اللغة اللي هو بيسمعها أو بينطقها. أنت هتيجي تتكلم مع حد مش سامعك يبقى رد فعلك إيه؟ تتضايق، فبالتالي ما بيتكلموش تاني. الطفل متوحد كده، لما بتكلمه ما بيسمعكش، بياخد وقت طويل عشان يسمعك. لازم تعيد له مرة واثنين وثلاثة. ممكن تغير الجملة، بدل ما تقول له هات الكوباية دي من مكانها، هو مش سامعك، ممكن يكون باصص لك بس مش شايفه. لازم تلمسه، اوعى تلمسه. انت تروح له تاني، عدي قدامه قول له هات الكوبايه، بلاش تجيب الكوبايه، حرك الكوبايه. لازم تغير كلامك معاه عشان يسمعك، عشان يفهمك. مهاراته الاجتماعيه، مفيش مهارات خالص. طفل متوحد ما عندوش اصلا صحاب وما عندوش ناس، حتى علاقته بامه محدوده، علاقته باخوه محدوده. نسبه الوراثه، بمناسبه الاخ، نسبة الوراثة في العيلة للتوحد كبيرة قوي. يعني الأم لما بتجيب طفلها الأول متوحد بتخاف تجيب التاني، لأن هي بتبقى خايفة برضو إن ابنها التاني أو بنتها يبقى عندها توحد، وده غالبا بيحصل. بس دايما إحنا بنشجع الأب والأم إن هم يجربوا إن هم يجيبوا الطفل التاني عشان يعوضوا، بس بتبقى مشكلة كبيرة إن هم بيقعدوا يقارنوا بين الاتنين، ودي من أكبر الأخطاء. وكمان بيبقى لود زيادة أو ضغط زيادة على الأسرة اللي عندها طفل متوحد وطفل عادي، إن هي بتبقى عايزة تتعامل مع ده معاملة خاصة وده معاملة خاصة. الطفل العادي ما بيبقاش فاهم في أول حياته مشكلة أخوه المتوحد، فيبدأ يقول إشمعنى أخويا؟ أنا عايز زيه، أنا عايز لعبة زي دي. هو مش مقدر اللي أخوه فيه. المتوحد ما بيعملش كده، بالعكس المتوحد بيسكت. ممكن ياخد الحاجة منك ويرميها، هو أصلا مش عارف دي إيه، وممكن ياخد حاجة أخوه، أخوه يزعل فيبدأ في مشاكل. عشان كده بنحاول برضو إن احنا نفصل بين الطفل السوي والطفل المتوحد، وبنرشح وبنقول دايما للأسر اللي عندها الطفل ده أو الطفلة دي. بس هي بمناسبة النسب، التوحد في الولاد أكبر بكتير نسبته من البنات. 9% تقريبا من المصابين دايما بيبقوا رجالة أو الولاد. طبعا التوحد بيظهر في سن 3 سنين، ما بيظهرش قبل كده أو بعد كده، دايما بيظهر في سن 3 سنين. في السن اللي هو قبل الحضانة، أول ما بيبدأ يقول بابا وماما ويقول شوية كلام كلمتين ثلاثة ويبدأ الكلام يختفي، يبدأ ينسحب من الناس، يبدأ يبعد عن الناس، يبدأ ما يسمعش الكلام، يبدأ ما يستوعبش أنت بتقول له إيه. في من ملامح التوحد متلازمة اسمها متلازمة إسبرجر، هي دي اللي كان مصاب بيها نيوتن، وهي دي اللي كانت في الفيلم بتاع ماي نيمز خان، اللي هو الخاص أو اسمي خان. خان في اللغة الهندية يعني أنا مسلم. متلازمة إسبرجر دي ليها خمس أو ليها كذا ميزة. أول حاجة شرود الذهن، الشخص اللي عنده متلازمة دي عنده شرود ذهن عالي جدا، مش معاك، مش موجود، تلاقيه قاعد بيتكلم معاك فعلا وبيتكلم معاك في حاجة وموضوع وفجأة وقع منك، راح في حتة تانية خالص، بيتسرح. ده شرود الذهن. عنده نسبة ذكاء عالية جدا، لو جينا إيه طبقنا عليه الاختبارات بتلاقيه نسبة ذكائه عالية جدا. مهاراته الاجتماعية قليل لما تلاقي معاه عنده مهارات اجتماعية. عنده إبداع، تلاقي في جانب إبداعي في كلامه، في جانب إبداعي في طريقته، ممكن تلاقيه مرتب جدا، منظم جدا، عارف بيعمل إيه. بس تضيف حاجة جديدة لحياته دي صعبة، صعبة قوي، تاخد وقت، غير أي طفل عادي، غير أي شخص عادي. لازم تخش له بطريقة معينة وتبقى من حد قريب منه، ما بيثقش في حد بسهولة أبدا. طفل متوحد ما بيثقش في حد، ودي الحاجة من الحاجات اللي احنا بنعاني منها في العلاج، ان الطفل المتوحد عشان انت تبدا تتعامل معاه لازم تشوفه مره واثنين وثلاثه وتجيب له بطاطس محمره وكل حاجه عشان تبدا تتعامل معاه، عشان يعرفك، عشان يبدا يديلك فرصه انك تتفاهم معاه، انك تخليه حتى يطبق اختبار. في التشخيص الطفل المتوحد ما بيتشخصش من اول جلسه او من اول حاله، بياخد وقت كبير قوي زي ما قلنا في الاول، ان هو محتاج ان هو يتعرض على دكتور اطفال عشان نعرف ايه المشكله، ودكتور مخ واعصاب، وبعدين بيتحول لدكتور نفسي عشان نبدا نقرر ده توحد ولا يبقى مجمع. وحتى الدكتور النفسي ما بيقدرش يقرر ان ده توحد من اول جلسه او الثانيه او الثالثه. انت عشان تقعد طفل عنده 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين يطبق اختبار صعبه جدا، مش هيرضى. احنا بنلعب بقى في جزئين، الاهل نبدا نقول لهم نطبق عليهم هم اختبار زي استطلاع راي كده، نقول لهم الطفل ده لما بتنادي عليه بيرد من اول مره بيقول اه او لا في الاختبار، اه او لا. الطفل ده لما بتدي له حاجه بيعملها اه او لا. فالاهل بيساعدوا في التشخيص، وطفل التوحد بياخد معانا وقت لحد ما نقول. في توحد نسب، في نسبه عاليه جدا اللي هو الاشخاص القريبين نقدر نقول عليهم
مش موجودين معانا، اللي هو عنده خلايا المخ متدمره غير كامله النمو، دول ما بنشتغلش عليهم لان خلاص احنا قلنا برضو ان التوحد ملوش علاج. الاشخاص دي يعني بنحولهم لمستشفيات رعايه لان هو خلاص ملوش علاج تاني والحاله بتتدهور. في اشخاص عندها نسب عاديه، بتلاقيه ذكي شاطر بيسمع بس ما بيعرفش يتكلم مثلا، ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، عصبي في بعض الاحيان. طفل متوحد عنده صفات وعيوب احنا بنحددها للاسره وبتختلف من طفل للتاني. الشخص المتوحد او الطفل المتوحد فيهم نسبه بيقدروا يعولوا نفسهم، بيقدروا يشتغلوا، بيقدروا يتجوزوا، اللي عندهم نسبه اضطراب او خلل بسيطه. لكن في ناس ما بتقدرش الكلام ده، احنا قلنا الموضوع ده في الاول ان في ناس ما بتقدرش تتعامل معاك، لكن في ناس تقدر تشتغل وتعول حالها. في وظائف معينه نقدر نشغل فيها اللي عندهم توحد، اللي هي زي الاعمال المتكرره، العد بيعرف يعد جدا كويس قوي، اللي فيها ريبيتيشن يعني تكرار في الوظيفه. لكن ما ينفعش تدخله في تعليمي، ما ينفعش تدخله في حاجه محتاجه مجهود ذهني او عصبي. احنا نقدر نستفيد من الطاقه دي لو استغلناها صح، شخصناها صح،